نواصل معكم رحلتنا على البحر الميت كراون بلازا. تاريخ اليوم 15/10، اليوم عيد ميلاد اخوي حسين واخوي نيسان مشفقي، بنبارك لهم، بتمنى لهم عام سعيد وايام حلوه وبقيه المستمعين. قلنا الكاميرات هون تلقط فوق 80، عم نحاول ما نسرع. رايحين على بحر الميت، اوطى بقعة على سطح الارض. كنا بنتذكر حادث البحر الميت اللي صار الباص تقريبا قبل سنة أو سنتين وماتوا فيه طلاب. بنعزي جميع اللي توفوا والله يرحمهم ويعلي مقامهم، وفرصة انه كمان ندعي لكل اللي توفوا بكل العالم، منهم أبوي محمد مهدي يكسل وكل الناس، الله يحفظكم. المحطات الإسرائيلية عم تطلع على التلفزيون، على التلفزيون، على المحطات الأردنية. يخاف وعيد. نسمع قرآن شوي. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إذاعة اليمامة، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار. ترقبوا قريبا وقريبا جدا في مدينة الخليل فيتا مول، العنوان الخليل، بئر حرم الرعمة، طريق